هلا فيكم بهذا البث المباشر الجديد لميزة جديدة احنا اطلقناها قبل كم يوم، هي الفارمايند اونلاين راديو. هذا الراديو الاونلاين هم ميزته انه حيحوي على كثير من الساعات التعليمية المفيدة بمواضيع العلاقة بالكلينيكال فارماسي والفارماسي براكتس، حتى مواضيع الثيرابيوتكس ليتم تطوير المعلومات الدوائية الخاصة بقية مختصي الرعاية الصحية التانية مثل الأطباء الممرضين الأطباء الأسنان، حتى لقدروا يستفيدوا معنا هن أكثر وأكثر. فأنا طبعا حقلكم كيف فيكم تفوتوا لهالأونلاين راديو، بس بالفترة الحالية نظرا أنه نحن ساعتنا ببدايات هالفكرة هاي هيكون في فترات انقطاع او فترات يكون فيها الراديو اوف، ما له يعني شغال 24 ساعة. طبعا فيكم انتم تثروا المحتوى في حال انت كنت مختص رعاية صحية، عندك خبرات دوائية موثوقة وعندك اداء صوتي مميز، فيك انت ترفع المادة الصوتية على الدروب بوكس، هو موقع عالمي مشهور طبعا، وترسل لنا ال 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 الرابط هذا على الايميل التالي انا حكتبه هون cpeforever@gmail.com. تمام. بعدين طبعا بيتم تقييم المحتوى، وبعد ما يتم تقييم المحتوى حنحن ننشر هذا التسجيل الصوتي لآلاف مختصي رعاية صحية من أطباء وصيادلة وطلاب حتى عم يتابعونا. فبهالحالة هاي فيك أنت يعني توصل خبراتك لهالمختصين هدول بطرق إبداعية وحديثة جدا. طبعا اللايف ستريمينج هون بيعتمد طبعا على جودة الإنترنت الموجودة عندك، في حال كان الإنترنت ضعيف فحيصير في عندك هون انقطاع بسماع المادة الصوتية، لأنه هي عم تم عليها يعني عليها شيء بسموه الستريمينج. ففي حال أنت مثلا صار في عندك انقطاع بالنت أو انقطاع بالكهرباء أو مثلا النت ضعيف، فحتروح عليك مثلا نص ساعة أو ساعة، فترجع تضغط هون على زر بلاي فبتتابع معنا. في حال حدث أي بطء فيك ترجع تضغط على بلاي بيرجع عادي تسمع الحلقات الموجودة هلأ على الراديو. هلأ نحن مثلا في عنا موضوع عن الأدوية الهضمية المعطاة بدون وصفة طبية، الجزء الأول، بعده طبعا حيكون الجزء الثاني، فحتقدر تشوف أنت شو الموضوع اللي هلأ نحن عم نناقشه على الراديو. كمان في ميزة حلوة هون طبعا فيكم أنتم توصلوا لها من الموبايل أو من اللابتوب أو من أي جهاز، سواء كان تابلت أو آيفون، فالميزة هي responsive، يعني ما حتطلع عنكم مثل ما لكم شايفين، إلا إذا كان عنكم لابتوب حتكون الشاشة هيك عريضة، بينما لو كان عنكم موبايل حتطلع هيك بالطول. وكمان مثل ما قلنا الميزة هون responsive. هلأ فيك أنت هون تشارك، مثلا لو أنت مثلا سمعت معلومة ما فهمتها فيك أنت تشارك، مثلا مثلا ماذا تقصد بكذا كذا، بمعلومة كذا كذا، فيك طبعا أنت هون بعد ما تضغط على زر الإرسال هون، فبقية المتابعين كمان بيشوفوا أسئلتك أو استفساراتك، وطبعاً حيتم الرد عليها بأقرب وقت. في كمان هذا الزر اللي شايفينه هون، كمان هذا زر تفاعلي بالضغط عليه فيكم أنتوا تراسلوا صفحتنا في حال فاتتك أي حلقة صوتية أنت كنت بتعتبرها مهم أنه تسمعها بس ما قدرت تسمعها نتيجة انشغالك، أو مثلاً كان النت عندك بطيء او صار في تقطيش مثل ما قلنا. احيانا النت بيكون عندك سريع فما في اي مشكله، لانه هذا اللايف ستريمينج مثل ما قلنا ما حيوقف اذا كان النت عندك بطيء، حيكمل. فاذا كان النت جيد اوكي بتقدر تستمع لكل الماده التعليميه، لو سيء لا. ففيك انت هون تبعت رساله مثلا لفريقنا انه ارجو ارسال الحلقات مثلا التي فاتتني، طبعا بعدين بتضغط سند وبتوصل لفرينا. طبعا تم تطوير هالميزه هي بتعاون مع مبرمجين اجانب، ونحن هلا عم متابعين مع احدث ادوات التكنولوجيا والتعليم بالعالم. فالاونلاين راديو هاد بالمستقبل حيحوي على كثير من الحلقات الصوتية للعلاقة مثل ما قلنا بالكلينيكال فارماسي والفارماسي براكتس. حتى أنا بالمستقبل لو أنا فتحت صيدلية، فنحن من ضمن الخدمات اللي احنا لازم نقدمها يكون في عنا شيء جديد، وأنا كمان حأعمل فيديوهات حول أفكار إبداعية جدا
العلاقة بالصيدلة وحتى بالطب، وفي استخدام للتكنولوجيا أو أفكار الـ IoT أو الـ Internet of Things بطرق جدا جدا حديثة. فمثل ما قلت، لو أنا مثلا كان عندي صيدلية بالمستقبل، فأنا حتكون عندي خدمة الـ Online Radio هي وخدمة تثقيف المرضى، غير الخدمة هي اللي أنتوا شايفينها اللي هي هلأ موجهة لمختصي رعاية صحية، هي أحد الخدمات الرئيسية اللي بقدر أنا أوصل فيها كصيدلاني ممارس لشريحة كبيرة من المرضى، ونلعب دور طبعاً بالـ Patient Education نحو تحسين طبعاً الرعاية الصيدلانية أو Pharmaceutical Care. إذن أهم الأزرار هذا الزر اللي شايفينه، هو زر المسنجر العلاقة بالفيسبوك، هذا الميزة مدموجة بالراديو، وفي عنكم هذا الزر لحتى تعملوا Play في حال انقطع البث نتيجة ضعف النت عنكم. لو ما في عنكم ضعف النت، هتلاقوا أنه الـ Streaming أو الصوت شغال عندكم 100%، ما في أي مشكلة. كمان عندكم ميزة هالتشات الجماعي أو المحادثة، في حال أنتوا سمعتوا معلومة ما فهمتوها حابين أنتوا تستفسروا عنها، كمان فيكم أنتوا تشاركونا. طبعا ما حتقدروا تشاركونا لحتى تعملوا sign up either by Facebook or by Telegram. فطبعا وتضغط هون على زر سنت، حيقلكم انه you have to register by Facebook or by Telegram. اذا عندكم انتو account على Telegram it's okay، اذا عندكم انتو Facebook، طبعا الاغلبية عندنا Facebook، فانتو بتعملوا registration بسهولة وبعدين فيكم انتو هون تتابعوا معنا بالمحادثة الجماعية. هون طبعا بيوصلكم احيانا اشعارات بعدد المسجات اللي فاتتكم والموجودة هون. هلأ كيف انتو فيكم توصلوا ل هالميزة هاي؟ ففيكم انتو توصلوا لها على الشكل التالي. هلا من موقعنا اللي هو pharmind.net، طبعا اللي محمل تطبيقنا تطبيق pharmind على الاندرويد ففينا هو يوصل له بسهوله. في عندنا هون شيء اسمه راديو، وتضغطوا على راديو طبعا تنتقلوا مباشره لهالصفحه اللي انا كنت موجود فيها. تمام، معناته من الموقع اللي هو pharmind.net، طبعا انا حكتب لكم اياه هون بما انه عندي هون تشات. اوكي تمام، من موقع pharmind.net تضغطوا انتر بالمتصفح بعدين بتروح على راديو. طبعا بما انه اغلبيتكم عم يستخدم موبايلات او ايفون او تابلت او اجهزه يعني محموله، مو يمكن ما يكون لابتوب يعني اجهزه موبايل ذكيه يعني، ففيكم انتم هون تشوفوا على اليمين او على اليسار مثل مستطيل مخطط لونه اسود، تكبسوا عليه بعدين بتروحوا على ميزه الراديو. طبعا في عندنا هون بقيه الاشياء كمان فيكم انتم تشوفوها، طبعا مثل خيار pharmind اكسترا هون، وتضغطوا عليه بتشوفوا شرح مفصل لأهم ميزاتنا الدوائية مع الفيديوهات الموجودة كلها، هاي فيكم تقروها أنتوا تشوفوا الفيديوهات الموجودة مثل ميزة الفارماسي جيم والفارماين بود وحتى الفارماين إكسترا والبقية التطبيقات وبقية الميزات الثانية الموجودة. أوكي مثل ما قلت لكم هالميزة تبع الأونلاين راديو طبعا هي من أحدث الميزات التعليمية، لأنه تعتمد على اللايف ستريمينج. مثل ما قلت أي واحد عنده صيدلاني أو صيدلانية، طبيب أو طبيبة حابب يشاركنا بخبراته الدوائية، فينا هو يعمل تسجيل صوتي مدته ربع ساعة أو نص ساعة أو حتى ساعة، ما في أي مشكلة، المهم أنه يكون بدقة عالية وبأداء مميز ويكون معلومات موثوقة، حيتم طبعا مراجعتها علميا وتم قبولها أو رفضها. بعدين طبعا إذا تم قبولها حنحطها على الراديو لتوصل لآلاف مختصي رعاية صحية. أوكي، كان معكم رامز، تابعونا دوما، وأنا مثل ما قلت لكم حأعمل فيديوهات تانية حول ميزات جدا رائعة بستفيد منها الأطباء والصيادلة بعصرنا هذا، مع أفكار جديدة جدا و ميزات الانترنت اوف ثينجز nowadays، يعني هي اللي يعني بسيطة هلا، يعني 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 عالي جدا. فبتمنى انكم انتم تستفيدوا من هالاشياء هاي والافكار هاي لحتى انتم تقدموا افضل خدمات فيما يتعلق بصيدلياتكم وحتى بعياداتكم، لانه حتى الاطباء في لهم ميزات تكنولوجيا حاشرح عنها كمان بالمستقبل القريب. اوكي، ثانك يو ريلي فور واتشينج اند ستي تيوند.